حسين. كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم كان يوم الأربعاء أول محرم الحرام، ونزوله كان يوم الخميس، ومقتله كان يوم الجمعة. يوم الجمعة قتل الإمام الحسين، وبقيت عائلته وأهله، فحملوا سبايا من كربلاء إلى الكوفة، ومعهم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، ومعهم السيدة البطلة زينب التي تحدثت وأطلقت العنان لكلامها، حدثت العالم عن الأغلال التي حطمتها هي وأخوها الحسين، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصال، وهذه حيث معترك، في حيث معترك المكاره في السبا. فلما وصلوا إلى الكوفة استقبلهم أهل الكوفة، امرأة أشرفت من الكوفيات: من أي السبايا أنتم؟ فأجابتها بنات علي: نحن أسارى آل محمد. فنزلت من سطحها وجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع فأعطتهن، وقد ضج الناس وامتلأت الطرقات والسكك. العقيلة زينب أشارت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وهدأت الأجراس، وإذا بها تنطلق بخطبتها العظيمة البليغة: أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها. ثم تقول: أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي دم له سفكتم؟ لقد جئتم بها صلعاء شوهاء خرقاء، كطلاع الأيدي أو ملء السماء، أو كفضة على ملحودة. ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثار. يقول بشير ابن خذيب، يقول: رأيت الناس حيارى قد وضعوا أيديهم في أفواههم ودموعهم تجري، ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي ويقول: بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير رجال، ونساءكم خير نساء، وشبابكم خير شباب، ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى.